بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في برنامجكم المتجدد وبشر المخبتين. أيها الإخوة الكرام، إن خلق الرحمة من أجل صفات عباد الله المخبتين، اتصف بها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وتخلق بها الصالحون من عباد الله وإمائه. ذاكم أن الرحيم يرحمه الرحمن، وأن الفظ الغليظ القلب بعيد عن ربه بغيض إلى خلقه. وأولى من تكون له الرحمة أولاد المرء، فهم بضعة منه وقطعة من قلبه. ولئن كانت الرحمة بالأولاد أمرا متحتما على الوالدين، فهي في حق البنات خصوصا أولى وأحرى. والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة الأنثى، فهي غالبا العنصر الأضعف. وإذا كان ذلك كذلك، فهي إلى الرحمة أحوج، وإلى العطف والحنان أولى من غيرها. ولما كانت المرأة أضعف من الرجل، كانت مستضامة عند الأمم الضالة من فجر التاريخ إلى يومنا هذا. وكان العرب في جاهليتهم يئدون البنات، لأنهن لا يمتطين الجياد، ولا يقاتلن الأعداء، ولا يكتسبن المال، ولا يدفعن عن أنفسهن أي اعتداء، فرآهن أهل الجاهلية عبئا وعارا. جاء في تفسير البغوي أن الرجل من العرب كان إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيها، ألبسها جبة من صوف أو شعر، وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية. وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها: زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء. فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذه البئر، فيدفعها من خلفها في البئر، ثم يهيل على رأسها التراب حتى يسوي البئر بالأرض. وإذا الموؤودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ إذن فقد كانوا يكرهون البنات، ويأنفون من ذكرهن في المجالس، ويرون أن خبر ولادتها نوع من العار والشنار. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وكثير من الناس يكره ولادة البنت، لأنها في نظره زيادة في الأعباء والتكاليف والنفقة، وقد يفتقر بسبب كثرة بناته، هكذا يظن. حتى إن من طريف ما ذكر في أخبار بعض العرب أن أعرابيا طاف بالبيت وهو يقول: يا رب حسبي من بنات حسبي، أذهبن مخي وأكلن كسبي، إن زدتني أخرى قطعت قلبي. فسمعه عمر بن الخطاب فقال له: كم بناتك؟ قال: أربع يا أمير المؤمنين. فأمر له عمر بأجر درهمين في كل يوم. وكم هو مؤلم أن نرى من بعض الناس تأففا وتذمرا من كونه لا يولد له إلا البنات، وغيره يولد له الذكور. بل ربما أن بعضهم عير زوجته بأنها أم البنات، وأنها لو كان فيها خير لأنجبت ذكورا. وهذا والله من أبشع الظلم وأسوأ الخلال. وهل المرأة تملك الخيار في ذلك؟ أليس هذا هو اصطفاء الله واختياره؟ أليست تلك حكمة ربنا جل وعلا؟ والله عز وجل لا يسأل عن أفعاله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا،
ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. بل إن كثيرا من الدراسات والأبحاث الطبية تثبت أن تأثير الأب أكبر من تأثير الأم في تحديد نوع الجنين، وهذا بلا شك داخل تحت مشيئة الله تعالى وتدبيره، وليس للأبوين استقلال عن مشيئة الله النافذة وقدره السابق. كان لأبي حمزة الأعرابي زوجتان، فولدت إحداهما بنتا وكان يرجو ذكرا، فعز عليه الأمر واجتنبها وصار في بيت ضرتها إلى جنبها، فأحست به زوجته الأولى يوما في بيت صاحبتها، فجعلت ترقص ابنتها الطفلة وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، بل نحن كالأرض لزارعين، وإنما نأخذ ما أعطينا. فعرف أبو حمزة قبح ما فعل وراجع امرأته. إن هذه النظرة الآثمة للبنات من أخلاق الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وإسقاطها، بل الأمر على عكس ذلك، فإن الإسلام قد رفع من شأن البنات، ولهذا فالمخبتون يفرحون بولادة البنت لما يعلمون من فضيلة ذلك وما لهم من الأجر عند ربهم جل وعلا. فمن رزق بنات وأحسن تربيتهن والقيام عليهن نجي من النار بسببهن بعد رحمة الله تعالى، وحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بناته الجنة. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وجاء عند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وثبت في المسند من حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البته. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. بل إن الإسلام قد جعل مجرد الرحمة والحدب على البنت بابا من أبواب الجنة وحصنا حصينا من النار. يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني فقيرة ومعها ابنتاها فاستطعمتني فأعطيتها ثلاث تمرات، فقامت وأعطت إحداهن تمرة وأخذت التمرة الأخرى وأعطتها بنتها الأخرى وأخذت الثالثة ووضعتها في فيها. تقول عائشة: فاستطعمتها ابنتاها، أي طلبت الطعام، فما كان من هذه الأم الرؤوم الرحيم إلا أن أخرجت تلك التمرة التي في فيها وقسمتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول عائشة: فأعجبني أمرها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد حرمها على النار بذلك، أي بتلك الرحمة لبناتها. فما أعظم هذا الخلق العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الرحماء، وأن يصلح ذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المخبتون وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء. هم الذين وصفهم الله بقوله:
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين. وبشر المخبتين. هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.